السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بنكمل بقية الدرس بتاعنا بتاع الإنتاج الزراعي والسمك والراعي. هناخد ثانيا أو ثالثا الإنتاج الرعوي في مصر. هل مصر النشاط الرعوي فيها نشاط له كثافة؟ أقول لك لا، النشاط الرعوي في مصر نشاط بسيط. ليه؟ لأن المراعي الطبيعية في مصر نادرة ومنخفضة القيمة الاقتصادية، نادرة مش موجودة كتير ومنخفضة القيمة، يعني الإنتاج بتاعها اللي هو الأعشاب اللي بتطلع من الأرض يعني ها منخفضة القيمة مش كتير. طيب تعالى نشوف، أنا بعتمد على تربية الحيوان عندي في المزارع، بربي الحيوانات في المزارع على الذرة والبرسيم. طب أنا بربي الحيوانات دي ليه؟ أنا بربيهم عشان أحصل على ثلاث حاجات، يا إما بتساعدني في عمال الزراعة، إنتاج الألبان أو إنتاج اللحوم. وخلي بالك بقى بتنتشر عند المراعي الطبيعية في مصر في ثلاث مناطق، في ثلاث مناطق هما فين؟ قال لي شمال سيناء الساحل الشمالي والواحات، شمال سيناء والساحل الشمالي والواحات. خلي بالك بقى ان مصر بتستورد مصر كميات كبيره جدا من اللحوم من الخارج. طب بما تفسر ليه بتستورد مصر كميات كبيره من اللحوم من الخارج؟ هقول بسبب نقص الانتاج وزياده الاستهلاك، نقص الانتاج وزياده الاستهلاك. وبكده سنه خمسه بنكون خلصنا الجزء بتاعنا وان شاء الله هننتقل الى التدريبات. وصلنا للتدريبات. كلمة صواب أو كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير صحيحة مع التصوير. يأتي كل أن البرتقال والبطاطس المركز الأول والثاني من الصادرات الزراعية أو صح. الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للمنتجات الزراعية المصرية صح. يتركز الإنتاج الزراعي لمصر في الوادي والدلتا طبعا صح. نهر النيل هو المصدر الوحيد للثروة السمكية في مصر طبعا الإجابة هنا غلط. أقول له إزاي نهر النيل والبحر الأحمر والبحر المتوسط في الاستزراع السمكي تمام؟ البحيرات المالحه البحيرات العذبه كل ده من مصادر الثروه السمكيه في مصر. انتاج اللحوم في مصر يكفي حاجة السكان طبعا غلط، لا يكفي حاجة السكان. من اهداف التنميه الزراعيه زياده انتاجيه الارض الزراعيه او زياده انتاجيه المحصول او تحسين مستوى معيشه الفلاح. طيب يعتمد مشروع شرق الاولاني على المياه الجوفيه كمصدر رئيسي للمياه. يحتل المحصول القطن تمام ومحصول نقط المركز السادس والرابع في الصادرات المصريه على الترتيب الارز والقطن والارز القطن والارز. بعد كده من مصادر الثروه السمكيه في مصر الاستزراع اللي هو المزارع السمكيه والمياه المالحه او المياه العذبه. طيب يقتصر وجود المراعي في مصر على عند المراعي موجود فين؟ شمال سيناء الواحات خلاص ويبقى شمال سيناء والواحات والساحل الشمالي. بما تفسر اهتمام الدولة بتنمية الثروة السمكية لأن الإنتاج أو لأن الثروة السمكية في مصر أو الثروة السمكية في مصر لا تكفي حاجة السكان. اثنين بما تفسر البحر المتوسط أكثر بحار عالم تلوثا بسبب إلقاء السفن العملاقة والمدن الكبرى مخلفاتها في البحر المتوسط. ثلاثة بما تفسر صعوبة الصيد البحر الأحمر أقول له بسبب الشعاب المرجانية تمام من أو في الشعاب المرجانية واقتراب الجبال منها. بعد كده بما تفسر اهميه الزراعه في مصر، الزراعه بيعمل بقى 28% من الايدي العامله في مصر وتوفر او تسبب 20% من جمله الصادرات السمعيه في مصر. وكده سنه خمسه نكون خلصنا الدرس وتدريباته. شكرا ليكم.